ضاعي على خلاق سيد ولو شكله قبيح والشكل عند الأدب مثل قيدال ملاه يا مليح دوري ليش على راجل مليح تعرف كل المراه يا وشكله حدله الصراحة ما تزعل وانا راجل صريح خاطري ليه عافي شيء في صعب يقبله اهو تتصل بي تحسب اني على جنبي ضيح بعدك اصلا ما حسبته عشان اتحمله والله تطيع وما يهزر وقريح مخبر اللي عاند اطلق يا الله مفضله الغلا من عام الاول بنينا له ضريح الكفن بيكون عينك ودمعك غساله والشكل عند الأدب مهلا قيد الأمولى يا مليحة دوري ليش على رجل مليح تعرف كل المرايا وشكله حدر والله تطيع ما يهزق وقريح مخبر اللي عاند اطلق يا الله مخبره الغلا من عام الأول بنانا لغريح الكفن بكون عينك ودمع تتصل بي تحسب اني على جنبي ضريح بعدك اصلا ما حسبته عشان اتحمله والله تطيع وما يهزر وقريح مخبر اللي عاند اطلق يا الله مخبره الغلا من عام الاول بنينا له ضريح الكفن بيكون عينك ودمعك غساله قلت لك من قبل ما دريت اي مرحبا بحضرة بيها يضيح ما دريت ان الهواء ما يبله مهزلة لقبل النويت وازم مطر شحيح فالها يدع فرقه قبل يبدأ فوله روح يا الاخلاق سيد ولو شكله قبيح والشكل عند الادب مهلا قيد الانولى يا مليحة دوري I'm not gonna lie.